ازيكم يا كسرى؟ سيد الدور النهارده بيتكلم عن اشتريت حاجات من كارينا باسعار مش هتصدقوها. يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. تمام، انا اكتشفت مؤخرا ان في حاجه اسمها كارينا اوتلت، مش كارينا الاصليه، كارينا اوتلت يعني كارينا مكتوب يفسد كارينا بس بخط صغير كده تحت كارينا بيبقى مكتوب عليها اوتلت. دخلت بالصدفه ما كنتش عارفه ده ايه، بعد كده اكتشفت ان كارينا اوتلت ده بيبيع كارينا بس باسعار مخفضه. مخفضه ازاي بقى؟ تعالوا نشوف دلوقتي. ولو انت في اي محافظه هتعرفي تشتري اللي انا اشتريته بالظبط عادي، مش هتضطري ان انت تروحي في اي مكان او اي محافظه. هتكتبي على جوجل عنوان كارينا اوتلت، هيظهر لك اقرب فرع ليكي، هتروحيه وهتلاقي تشكيله كتيره جدا وبيقعدوا ينزلوا حاجات كتير. على فكره ده مش اعلان ولا هم يعرفوا عني حاجه خالص. طيب معايا بقى اول حاجه، اول كده هوريها لكم دلوقتي. ده عباره عن قميص صيفي ساده خالص، بيتلبس بقى فوق تيشيرت ابيض مقفول على بنطلون اي حاجه زي ما انت عايزه. انا جايباه لونه بيج عشان بحب اللون ده مؤخرا. واهو كارينا، ماشي كارينا اهو. وكمان بالتيكت بتاعه، التيكت بتاعه فين اهو، بالتيكت بتاعه اهو. ده في كام؟ ب 100 جنيه. تمام. القطعه بقى التانية، ده لسه البتاع عشان لسه شاريه قريب، لسه الفاتوره بتاعته ب 100 جنيه برضه. لون احمر، انا بقى بحب اللون الاحمر قوي. يعني بصوا انا هوريكم اللون الاحمر اهو، ده برضو قميص ساده خالص بس في حركه من الكم هنا بتربط في يونكة على كم، والكم التاني مفهوش. تمام، هو ستايله كده برضو حلو جدا، وكان ب 100 جنيه اهو، ساده خالص ومفهوش اي حاجه. في طبعا اشكال كتيره جدا بس انا بحب الحاجات الساده. بعد كده بقى ده قميص ابيض، قميص ابيض لازم نجيب بقى طبعا قمصان بيضا عشان القمصان البيضا دي هي الاساس، يعني انا ما بستغناش عن القميص الابيض. ده كان سعره اكبر منهم شويه، ده كان سعره 150 جنيه. على فكره يعني انا جايبه الاثنين دول من فرع واحد والباقي مش من نفس الفرع. وبعد كده بقى اشتريت قميص اسود طبعا لازم. احنا اسفين. طبعا بعد كده اشتريت بقى ايه، قميص اسود اهو برضو، بس ده قماشته تختلف عن القماش التانيين. القماشه التانيه واقفه كده، القماشه دي يعني طريه شويه كده ماشي، برضو ساده خالص. ده كان ب 60 جنيه. بكام؟ قولوا معايا ب 60 جنيه. تمام اهو، كل ده طبعا يعني مغطي جيب البنطلون، فهو حاجه عمليه بالنسبه لي وبالنسبه لكم انتوا كمان. وفي كل المقاسات من مقاس السمول لحد مقاس 2 اكس لارج عادي، براحتك في المقاسات. ده مش اعلان ولا هم يعرفوا عني حاجه، انا بس بحب افيدكم. ومثلا لو انت محتاجه اكتر من قميص، فانت تروحي تشتري مثلا قميص ب 100 150 ب 60 جنيه فهتجيبي حاجات كتير. لان انا قبل كده جبت قميص كان ب 400 جنيه فكان يعني ده يعتبر ربع الثمن بتاعه. تمام، انا مش حمار، شايفين حمار قدامكم، انا فاهمه كويس قوي انا بقول ايه. تمام. الكلمتين اللي فاتوا دول انا بفهم. تمام، وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. ربنا يكون استفدت منه، متنسيش اللايك والاشتراك، وانا زنينه انا زنينه. تمام، وتابعوني الفيديوهات الجايه، ويلا باي باي. لو ناقصك قميص بروح اشتريه.